الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على الميتا ريفرش في الهيت تاج. بداية عشان نكتب الريفرش او ايه هو الريفرش، هو تحديث وبنحط له عد تنازلي، كل ما يخلص العد ده بيتم تشغيل هذا التاج او هذه الميتا. فبالتالي طريقة كتابة الميتا ريفرش بتكون بالطريقة التالية: http://attribute احنا عرفنا عليه قبل كده، ونسميه ريفرش. اوكي ريفرش، فبنحط له بقى كونتنت، هنقول له كل 5 ثواني اعمل ريفرش او اعمل تحديث. طيب عشان نشوف الكلام ده ازاي، هنيجي هنا input type على سبيل المثال text name، هنخليه خالي او اي value، وهنا برضو من غير value. عشان هاجي اعمل ريفرش وهكتب جملة هنا وهترك الصفحة، هيتم التحديث بعد 5 ثواني. كل 5 ثواني هيتم عمل ريفرش للصفحة. فبالتالي هنا زي ما انت شايف كل 5 ثواني بيتم عمل ريفرش. طيب لو انا عايز بعد 5 ثواني دي، المفروض ان الانبوت ده يتم بعد الريفرش، ان هو يعني يكون في قيم بعد 5 ثواني، القيم دي بتروح، لكن ظهر ان هي مش سبورت مع الفايرفوكس، عشان كده انا حطيت الام. لكن انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اروح احول الصفحة من الريفرش العادي لصفحة تانية. فبالتالي هنا هقول له فاصلة بعد كده URL equal، وهقول له مثلا index2.html. اوكي هعمل ريفرش. لاحظ هنا بقى هيبدأ هو هيحولني على صفحة مش موجودة، فبالتالي الصفحة بتاعتي هي المفروض تكون html تو، او حولنا على صفحه اسمها html او index2.html. يعني انا لو هنا على index.html هيحولني على صفحه اسمها index2.html. بالفعل تم التحويل. طيب لو انا عايز احولنا على موقع، على طول كده بكتب ال http://www.google.com. اوكي هعمل باك واروح للاندكس، خليه يبدا بعد 5 ثواني حولني على google.com. بالفعل تم التحويل على google.com. شكرا، السلام عليكم.